انا الدجاج تاعي جزت هذيك 20 دقيقة، لما يزمش يعني يطيب كامل يكمل الطياب مع اللفت، ونغمو عليه ونخلو يعني يكمل مع اللفت. هنا انا حين نخبطو على هذيك الحبة تاع البيت باش نديرو العقدة ونوريكم يعني اللفت ما يلزمش تكون ماهية، يعني شوفوا البرقة تاعها كيفاش عاقدة، ونديرو هذيك بسم الله نديرو هذيك العقدة. ونقصو خلوها على نار هادية ونوريكم طبق حاضر معاكم. ها الطبق تاع اليوم اللي حضرته معاكم، يعني شوفوا المرقة كيفاش جاتني عاقدة، نقولكم فيها واحد البنة، ودرنا لها هذيك الرشة تاع المعدن ورافقناها بالقارص، يعني لازم يكون حاضر. ونقولكم نصحكم باش تاكلوا هذه الوصفه تاع ناس زمان يعرفوها، وما بقى لي خواتاتي غير نقولكم تهلاو في صحتكم وفي امان الله.